يقول السائل: المرأة التي ليس لها محرم أو انتظرت فلم تجد محرما، هل يجوز لها أن تنيب أحدا يحج عنها لأنها في حكم غير المستطيع أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. ذكرنا هذا، قلنا إذا أيست من وجود المحرم فإنها توكل من يحج عنها، أما ما دامت ترجو وجود المحرم فإنها تنتظر. نعم.